السلام عليكم. اليوم راح ندرس أول محاضرة بنظام التشفير. راح ندرس أو راح نتعرف شنو يعني نظام تشفير، وشنو يعني مصطلحات اللي حناخذها كلها، يعني شنو بلين تكست، يعني شنو سايفر تكست، يعني شنو شلون راح نشفر، شنو طرق التشفير مالتنا، شنو يعني العلم اللي يضم هذا الفتشي اللي احنا حناخذه. علم التشفير هو شنو يعني، شنو يعني بصورة عامة، شنو علاقته بالرياضيات. اوكي، راح نشوف وراح نتعرف شنو اهميته، شنو فائدته، وهكذا شنو مضاره، او كل شغلة راح ناخذها شنو يعني ممكن يكون بها، ممكن يكون بها نسبة خطأ او لا. اول شيء معرف لكم يعني شنو كريبتوغرافي. ده يقول لكم what is cryptography. هاي اول سؤال ممكن واحد يوجه لنفسه، انه شنو يعني كريبتوغرافي. كريبتوغرافي ده يقول لكم هو عبارة عن علم يستخدم في الرياضيات to encrypt and decrypt data، يعني لتشفير وإعادة فتح التشفير للمعلومات. كريبتوغرافي هو عبارة عن علم بالرياضيات يستخدم حتى يشفر ويعيد يفتح التشفير للمعلومات اللي عنده. بما معناه زين، يعني اوكي عرفنا هو علم زين. كريبتوغرافي هاي الكلمه مو ثقيله زين، ما لها معنى. دي اقول لكم الكريبتوغرافي عباره عن متكونه من مقطعين، كريبتو وجرافي. الكريبتو يعني سيكريت، والجرافي هي رايتنج. اذا الكريبتوغرافي هو عباره عن سيكريت رايتنج. اوكي، ممكن يجيكم شنو يعني سيكريت رايتنج، وشنو ممكن يجيكم انه شنو يعني كريبتوغرافي. زين، الكريبتوغرافي شنو يعني فائدته؟ فائدته انه enables you to store sensitive information or transmit it across insecure channels or network like internet so that it cannot be read by anyone except the intended receipt. يعني دي اقول لكم انه الكريبتوغرافي شنو فائدته، ايش راح يفيدكم، وشنو راح يفيدكم انه تقدرون تنقلون المعلومات بكل بساطه. راح تقدرون تخزنون المعلومات وتنقلوها من السيندر للريسيفر بقنوات غير امنه مثل الانترنت. يعني مثلا شخصين، واحد يدز للثاني مثلا فيسبوك، واحد ده يحكي مثلا كل شخص مثلا على فيسبوك، الفيسبوك مثلا واحد مسوي حياته بابليك، مسويها اونلاين للكل زين، بس يريد، بس اكو شغله يريد يحكيها، اكو اثنين بنات يريدون يحكون شغله بدون ما اللي الفريند مالتهم يعرفون، فايش راح يسوون؟ وحده راح تحكي ويا الثانيه بطريقه سريه، فتشفره بيناتهم، هم متعودين على شفره بيناتهم زين، فما يريدون احد يعرف. ف هاي راح تدزل هذه فتعلق لها على صورة أو تعلق لها على بوست بس بصورة مشفرة. هذا يعني هاي فائدته أنه أنتي راح تقدرين توصلين رسالة لشخص ثاني، راح تقدرون توصلون رسالة من شخص إلى شخص ثاني بقنوات غير آمنة مثل الإنترنت عن طريق هذا الكريبتوغرافي، عن طريق هذا العلم. أوكي زين، يقولكم while cryptography is the science of securing data، هو علم لحماية المعلومات. كريبت اناليسيس زين، هسه عندكم انتم كريبتوغرافي وعندكم فشي اسمه كريبت اناليسيس. كريبت اناليسيس هو شنو؟ هو عباره عن علم of analyzing and breaking secure communication العفو. يعني هو علم لتحليل وكسر هذه الاتصال الاتصال الامن. اوكي، يعني هو هذا الكريبت اناليسيس هو عباره عن علم لتحليل وكسر الاتصال الآمن اللي صار زين. classical crypt analysis involves an interesting combination of analytical reasoning, application of mathematical tool, pattern finding, patient determination and luck. يعني ده يقول لكم انه عمود واحد يقدر يسوي crypt analysis، عمود واحد يقدر يسوي تشفير، شي يحتاج انه مهارة حتى يقدر يحلل، او اسلوب منطقي حتى يقدر يحلل الاسباب، يقدر ايضا عنده معرفه بالادوات الرياضيه، ادوات الرياضياتيه، يعني يقدر يكون عنده شلون معرفه بانماط هاي اللغه، انماط لغه التشفير. يعني شلون عندكم انتم كل لغه عندها فد شيء معين لازمها. اوكي، يعني شلون اللغه العربيه عندها كان واخواتها وهالسوالف، والتاء والضمير المستتر وضمير المادري شنو وهاي الاسوالف كلها، فاكيد التشفير له فد انماط معينه زين، وايضا لازم يحتاج صبر واصرار وحظ وهالسوالف هاي كلها. فالشخص اللي يسوي تشفير يحتاج هاي الاشياء على مود يقدر يسوي تشفير زين. هذا نظام التشفير شلون راح يشتغل؟ هسه واحد اوكي قال لك اني عرفت هسه شنو تشفير زين، انا شلون حعرف
هذا التشفير شلون راح يصير؟ التشفير بكل بساطة راح يكون بهذا الشكل، أو راح ملخص لكم إياه بهاي الصورة، اللي هي إنه عندكم أنتم نص صريح راح تسوي له تشفير، راح يتحول من حد شفره راح يتحول إلى سايفر تكست، راح يتحول إلى سايفر تكست ويندز للمستلم. هو أنتم عندكم سيندر وريسيفر، عندكم مرسل ومستلم. المرسل راح يلزم النص، راح يشفره، راح يتحول إلى نص مشفر، راح يدزه للمستلم. اوكي، من ندز للمستلم، هذا المستلم اوكي وصل له سايفر تكست، شو راح يسوي؟ راح يفتح التشفير وراح يتحول الى نص صريح، فهو هذا النص اللي هو يريد يوصل له. اوكي زين، شنو ذا سكيورتي اوف، هي هو هذا الحكي كله اللي هنا موجود، يقول لكم كريبتوغرافيك الجوريثم اور سايفر از ا ماثيماتيكال فانكشن يوزد in the encryption and decryption process. A cryptographic algorithm works in combination with a key, a word number or first to encrypt the plain text to some, thus the same plain text encrypt to different cipher text with different keys. يعني هنا ايش يقول لكم؟ ده يقول لكم الكريبتوغرافيك هو عبارة عن algorithm، عبارة عن خوارزمية، راح يا اما عبارة عن خوارزمية او هو عبارة عن فدالة رياضياتية، حتحولكم حتساعدكم بالتشفير وحتساعدكم بإعادة التشفير. اوكي، وهاي هذا الكريبتوغرافيك راح تقدرون عن طريقه راح تحولون هاي الكلمه اللي عندكم او هاي النص اللي عندكم، هذا النص الصريح اللي عندكم، ممكن تحولوه الى كلمات اخرى، ممكن تحولوه الى ارقام، ممكن تحولوه الى اشياء ثانيه، طبعا بعده مفاتيح، يعني مو مفتاح واحد يقدر يحول لكم، لا، يعني انتم عندكم عده طرق وعده مفاتيح، يعني الكلمه الواحده ممكن تتحول الى مئات الكلمات الاخرى او مئات الاشياء، مئات النصوص الاخرى المشفره. اوكي زين حتى اضمن قوه الخوارزمية اللي انا اشتغلت بيها وشفرت بيها هاي الكلمه، لازم تكون على شغلتين، the security of any، او لا العفو، حتى اضمن قوة هذه الداتا المشفرة، يعني هسه انا اوكي شفرت، زين شلون اضمن انه هاي المعلومات اللي شفرتها ما راح تنكسر بسهولة او ما حد راح يعرفها بسهولة؟ لازم شنو؟ تعتمد على شغلتين، الشغلة الاولى انه لازم قوة الخوارزمية اللي انا شفرت بيها وقوة الكي اللي انا اشتغلت عليه. اوكي، يعني شغلتين، قوة الخوارزمية اللي أنا شفرت بيها وقوة الكي اللي هو المفتاح اللي أنا ساعدني على مود أشفر بيه. أوكي، أكو طرق هسه شوفوها أو أنتوا جربتوها بالمختبر، مثل ما شفتوا الدايركت ستاندرد كان الكي مالتنا ثلاثة، ممكن أزيد الكي حتصير أصعب. أوكي، حتصير الكلمات أصعب، فبالتالي حتى أضمن إنه هاي، حتى أضمن قوة المعلومات المشفرة، تعتمد على شغلتين، قوة الخوارزمية اللي حشفر بها المعادلة، والثاني شغلة الكي اللي أنا حستخدمه. أوكي، اللي هي هاي الشغلتين، هي the strength العفو of the cryptographic algorithm and the security of the key. أوكي زين، هسه اوكي احنا كل لغه بيها فد حروف او بيها فد الفابت معينه او فد يعني فد اشياء خاصه بيها، يعني شلون يعني العاده الرياضيات احنا كل يعني مثل الرياضيات انه كل مجموعه او كل اي كل مجموعة لها فد 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 خواص معينة، يعني شو مجموعة الار، مجموعة الزيت، مجموعة الكومبلكس، مجموعة اذا مر عليكم الفوزيسيت، ما توقع مر عليكم، يعني فد كل مجموعة فد لها فد خواص معينة، يعني كل فد شيء لها فد خواص معينة، فهنا لها فد انماط معينة او لها فد شو نقول خواص، يعني لها فد مثل ما قال لكم هو انكريبشن دومين اند كود دومين، لا هي يعني فد شلون يعني فد 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 لغه او فد حروف معينه او فد مجاميع معينه او فد اسماء معينه. فشنو هاي؟ دي يقول لكم A denotes a finite set called the alphabet of the definition for example، يعني دي يقول لكم انه الA راح يرمز لها، هي مجموعه منتهيه لكل الحروف اللي راح تضم
راح تضم النصوص الصريحة. يعني هسه عندكم انتم مو نص صريح، نص صريح هذا متكون من عدة حروف، فهاي الحروف اللي متكون من عدة النص الصريح المجموعة اللي مضمها هي مجموعة أي سميها. شو مثلا الأحرف الإنجليزية مجموعة الأحرف الإنجليزية، مثلا عندكم هنا دا يقول لكم الأي هي مجموعة الصفر واحد وهكذا. الأم هي denotes a seat called the message space. M consists of string of symbol from the an alphabet of a definition an element of the M called a plain text. الأم هي شنية؟ هي مجموعة كل الكلمات، كل النصوص الصريحة. يعني الأي هي مجموعة كل الأحرف، الأم هي مجموعة كل المسجات أو كل النصوص الصريحة اللي عندي أو اللي أنا حاخذها وأشفرها. السي شنو؟ هو مجموعة كل الكلمات اللي أنا اللي تشفر. السي اللي هو سايفر تكست، سايفر تكست تكست سبيس، راح يكون مجموعة كل الكلمات اللي أني حشفرها. أوكي زين زين. هسه encryption and decryption transformation يقول لكم ال K denotes a set called the key space. The key space an element ال K is called a key. يعني يقول لكم أنه ال K هي عبارة عن مجموعة كل المفاتيح اللي أني عندي. يعني انتوا شفتوا عندكم مثلا خذ دايركت ستاندرد كانت الكي 3، ممكن الكي 4، قلت لكم تمشي على كل كي، لو تمشي على كي 3 وكي 4 وكي 5 والى اخره. فالكي الكي هي مجموعه كل المفاتيح اللي عندنا. زين هنا ورا ايش يقول لكم؟ يقول لكم each element E تنتمي الى كي، يعني كل مفتاح ينتمي الى كي. uniquely determined a bijection from M to C denoted by E. E E E is called an encryption function or encryption transformation. Note that the E must be bijection if the process is to be reversed and a unique plain text message recovered for each distinct cipher text. يعني هذا الحكي كله اللي هسه هشرح لكم اياه شنو. ده يقول لكم انه كل ده يقول لكم كل كلمه انا من احولها من نص صريح الى سايفر تكست. انا كلمه عندي احولها من كلمة صريحة إلى سايفر تكست، إلى مسج مشفرة، لازم شنو؟ هذا راح تمشي حسب دالة، حسب دالة رياضيات، أكيد حسب دالة رياضيات، زين، وأني أعرف أنه دالة الرياضيات بها في الشروط، دي يقول لكم أنه هاي ما طول أكو دالة، دالة حتحول لكم من النص الصريح إلى سايفر تكست، هاي طاقم عليها شرط، أوكي هي دالة رياضيات، بس نطاقم عليها شرط، شنو هذا الشرط؟ أنه تكون بايجكشن. يعني شنو بايجكشن؟ يعني 1 to 1 و on to. 1 to 1 و on to. ليش 1 to 1 و on to؟ واحد يسأل نفسه ليش 1 to 1 و on to؟ 1 to 1 و on to ليش؟ ليش؟ لأن أنا حاخذ السايفر تكست بعدين، هذا المستلم راح ياخذ النص المشفر وراح يحوله، راح يرجع إلى نص صريح. لهذا لازم الدالة اللي أني نقلت بيها من النص الصريح إلى النص المشفر لازم تكون 1 to 1 و on to، على مود أقدر أجد إلها انفيرس، لأنه حسب علمنا أو حسب إحنا ما ماخذين بالرياضيات من صف أول، إحنا ماخذين أنه الدالة يكون إلها انفيرس إذا كان 1 to 1 و on to، بس إذا كانت مو 1 to 1 و on to ما أقدر أقول عليها انفيرس، ما أقدر أقول إلها انفيرس، مو صحيح؟ فلهذا الدالة دي أقول لكم الدالة اللي أنا ححول بيها من النص الصريح للنص المشفر لازم تكون إلها انفيرس، لازم تكون قصدي العفو 1 to 1 و on to على مود يكون إلها انفيرس. وطبعا الدالة اللي حتنتجوها اللي هي الانفيرس أيضا اللي هي حيسميها دي، زين اللي حيسميها دي اللي حتكون اللي حتحول لي من سايفر تكست الى المسج الصريح ايضا لازم تكون بايجكشن. فبالتالي الداله والانفيرس مالتها لازم تكون بايجكشن، لازم تكون 1 to 1 on to. اوكي زين زين. الداله اللي ححول بيها من المسج الصريح الى سايفر تكست راح يسميها اي، ويسميها بعلمنا انه كحكي يسميها انكريبشن فانكشن اور انكريبشن العفو ترانسفورميشن، اللي حتحول البلين تكست الى سايفر تكست. اما الثانيه اللي هي الانفيرس راح يسميها دي، ايضا راح تكون بايجكشن من السايفر تكست الى الام، راح يسميها ديكريبشن فانكشن اور ديكريبشن ترانسفورميشن. زين ده يقول لكم العمليه ذا بروسيس اوف ابلاينج ذا ترانسفورميشن الاي، ده يقول لكم العمليه اللي حتحول لي المسج الصريح، هاي العمليه اللي حقدر عن طريق الداله اي احول المسج الصريح الى السايفر تكست، هاي راح اسميها انكريبشن، انكريبتنج الام، يعني تشفير الام، او نسميها انكريبشن اوف الام. اما الداله اللي حرجع بيها اما حفتح التشفير راح يسميها ديكريبتنج اور ديكريبشن اوف السي. زين
والله دي اقول لكم دي يقول ان انكربشن سكيمين كونسيست اوف ا سيت ال اي اوف ان انكربشن ترانسفورميشن اند كورسبوندينج سيت الدي ان في انكربشن ترانسفورميشن العفو وذ بروبرتي ذات فور ايتش اي تنتمي للكي ذات ذير از يونيك كي such that D يساوي ل E inverse that is he G من هالحكي يعني encryption scheme is sometimes referred to as a cipher to as a cipher عندي أقول لكم هذا الحكي كل اللي فات اللي هو عبارة حتحولونه من السايفر من المسج للسايفر تكست ومن السايفر عن طريق الدالة E ومن السايفر تكست إلى المسج الصريح عن طريق الدالة D اللي هي الانفيرس مال الـ E هذا راح يسميه بالسايفر اوكي بالتشفير يعني هذا العلم كله او هذا الشغل كله راح يسميه تشفير هو سايفر عن طريق طبعا كي معين عن طريق كي معين دي يقول لكم يونيك كي اوكي لانه كل داله راح يكون كل داله راح يكون لها يونيك كي يعني كي وحيد مفتاح وحيد زين ذا كيز الاي اند الدي ان ذا بريسيدنج ديفينيشن ار ريفر تو ذا to as a key pair and sometimes denoted by e u d knows that e u d is could be the same. ها ده يقول لكم ال E و D اللي هي المفاتيح المفاتيح اللي أنا حشفر بها وأفتح التشفير ممكن بعض الأحيان أو بعض الطرق هسه تشوفوها نفسها نفس المفتاح. إشلون بستاندرد دايركت ستاندرد تذكرون بالمختبر بوقتها إذا تتذكرون طبعاً بوقتها من 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 زيتنا ثلاثة. قلت لكم نفتح قلت لكم اذا نريد نفتح الدي سايفر اذا نريد نسوي دي سايفر راح ننقص من راح ننقص ثلاثه يعني هو المفتاح اللي المفتاح اللي شفرنا به نفس اللي فتحنا به اوكي اللي فتحنا به التشفير زين to contract an encryption scheme requires one to select a message space cipher text a set of encryption transformation or corresponding يعني ده يقول لكم حتى حتى يعني حتى شلون حتى نسوي الانكربشن لازم عندنا فد مسج نحولها لسايفر تكست بكي معين عن طريق داله معينه وراح نسوي عمود نسوي انكربشن وراها راح تبع لذلك راح نسوي ديكربشن لهذا الانكربشن اوكي العفو زين زين حتى نسوي هاي العملية أو هذا الحكي كل اللي حكيته إذا أسويه بدايجرام إذا أسويه بدايجرام راح يكون حسن عن طريق هذا الدايجرام اللي هو plain text راح يسوي لها encipher بالتالي راح يصير cipher text بالتالي راح يصير decipher الencipher صارت عن طريق E عن طريق دالة سماها E زين cipher text تحولت راحت للمستلم حولها سوالها إعادة تشفير عن طريق دي عن طريق دالة دي تحولت الى بلاي تكست وهك يعني هاي دورة الحياة مال سايفر تكست زين ترمينولوجي هاي هذا يقول لكم بعض التعاريف لهاي الاشياء او لهاي المصطلحات اللي اخذناها قبل شوي يعني شنو سايفر تكست يعني شنو ان سايفر شنو دي سايفر شنو بلاي تكست شنو سايفر تكست شنو كريبتولوجي شنو كريبت اناليسيس شنو الشخص اللي حيشفر شو اسميه شنو العلم اللي يضم هذا الشيء وهكذا يعني هاي التعريف ايضا مهم عندكم كريبتولوجي ده يقول لكم the art or science encompassing in the principles and methods of transforming an intelligible message into one that is unintelligible and then retransforming that message back to its original form يعني باختصار بيقول لكم هو علم او هو فن حتى يمشي على مبدا يمشي على مبدا او فد نظريه معينه اللي هي يحول المسج المسج المفهوم اللي هو الانتليجبل مسج المسج المفهوم الى مسج غير مفهوم وبعدين نقدر نحول المسج الغير مفهوم الى مسج الاصلي الى الاوريجينال فورم اللي هو النص الاصلي شنو البلين تكست هو الاوريجينال فورم اللي هو الاوريجينال انتليجبل مسج هو النص الصريح السايفر تكست هو ترانسفورمد مسج او هو النص الغير صريح السايفر شنو هي الالجوريثم فور ترانسفورمينج ان انتليجبل مسج انتو وان ذات ان انتليجبل باي ترانسبوزيشن اور سبستيتيوشن ميثودز يعني بقول لكم السايفر شنو التشفير يعني شنو التشفير هو عباره عن خوارزميه هو الالجوريثم هي عباره عن خوارزميه تحول لي النص الصريح الى نص مشفر
عن طريق، يا اما عن طريقين هسه راح تشوفوه انتو، حتشوفوها بطرق التشفير، يا اما حنعوض بدالها، يا اما راح نبدل بالاحرف، يا اما راح نقلب، راح ننقل الاحرف، راح ننقل مكان الاحرف، امكنه الاحرف، يا اما حنعوض بدال، يعني حنعوض بدالها ارقام مثل الدايركت ستاندرد اللي طبقناها بالمختبر. دايركت ستاندرد ايش سوت؟ سوت تعويض، سوت شالت الاحرف، حطينا ارقام. اوكي، فاكو نوعين من التشفير، اكو نوعين او طريقتين من التشفير، يا اما يبدل الارقام، يا اما العفو، يا اما يبدل الاحرف، امكنه الاحرف، يا اما يشيلها ويحط ارقام او يحط اي شيء. زين، الكي هو some critical information used by the cipher nouns only by to the sender and receiver. دي اقول لكم الكي هي شنية، هي عبارة عن فد معلومات حرجة او فد معلومات مهمة. زين، هاي نستخدم بالتشفير، هاي فقط يعرفها السندر والريسيفر، ما حد يعرفها ثاني، يعني اللي بيناتهم او الناس الخارجين ما يعرفون، بس السندر والريسيفر يعرفوهم، المستلم والمرسل يعرفون. زين، انسايفر او انكود شنو هو؟ هو عملية تحويل البلين تكست الى سايفر تكست using a cipher and a key. يوزنك التشفير، يعني طرق التشفير والكي. الدي سايفر هو عملية تحويل السايفر تكست إلى بلين تكست يوزنك السايفر and a key. الكريبت analysis is the study of a principle the study of a principles and method of transforming an unintelligible message back into an intelligible message without knowledge of the key, also called code breaking. يعني الكريبت اناليسيس شنو هو؟ الكريبت اناليسيس بدي اقول لكم هو مبدا تحويل المسج غير المفهوم الى مبدا الى مسج مفهوم، بس بدون معرفه الكي. يعني هذا الشخص اللي نقول هذا الشخص الخارجي، الخارجي اللي هو نقول الدخيل او الهكر، مثل الهكر، هذا الشخص الهكرز من واحد يهكر فتشي، مو يبدي شلون يبدي يكسر فتشي، يكسر فتشي معين، يكسر فت شفرة معينة بنظام الحاسبة أو بنظام التليفون أو أي شيء. زين، فهو هذا الكريبت أناليسيس، أنه هو الشخص اللي يحول المسج الغير المفهوم إلى مفهوم من دون معرفة الكي. أوكي، اللي هو يسموه كود بريكينج. الكريبتولوجي هو كريبتولوجي هو نفسه، هو يضم الكريبتولوجي والكريبت أناليسيس، يعني الكريبتولوجي والكريبت أناليسيس، المشفر واللي يكسر الشفرة. الكريبت أناليست هو someone who engaged in the crypt analysis، هو الشخص اللي الكريبت أناليست هو الشخص اللي شارك بتحليل الشفرات. أوكي، يعني هذا اللي شارك الشخص اللي يسوي كريبت أناليسيس. أوكي، زين، بس نجي الى هنا البلوك دايجرام اوف سايفر سيستم. زي يقول لكم هنا عندكم البلين تكست سورس اللي هي النص الصريح اللي عندنا اللي حيدزها السندر، هنا حيسموه اليس هو السندر، دائما الاليس هو السندر، والبوب هو بوب يكون راح يكون المستلم. فبلين تكست راح تتحول الى انكريبشن، راح يحولها عن طريق قناه غير امنه الى المستلم، فهذا المستلم راح يسوي لها ديكريبشن ويحولها عن طريق الداله دي الى نص صريح يرجعها، اللي هو بوب راح يستلمه. فهو هذا البلوك دايجرام مال الادفرساري، هذا المشاهد اللي حيشاهد عن طريق الانسكيورد شانل. اوكي، قلت لكم انسكيورد شانل ممكن تكون الانترنت، شبهت لكم اياه مثل الفيسبوك، انه شخص راح مثلا شخص راح يعلق الشخص قدام مجموعة من الناس، فذول المجموعة من الناس اللي يسموهم adversary اللي هم المشاهدين اللي هم المتطفلين، الشخص هذا راح يريد يدز فد نص صريح، فيحول إلى راح يعلق فد تشفير معين، فهذا الشخص راح يعرف، هو هم متفقين بيناتهم أكيد على فد تشفير معين، فهذا حيفك التشفير وحيعرف. أوكي، زين، طرق التشفير عندكم the classification of cipher system in general we can classify the cipher system into as a following. عندكم نوعين من الأنظمة على مود للcipher system اللي هي secret key system وعندكم public العفو عندكم public key systems. احنا هسه راح نتعرف على secret key systems.
زين السكرت كي سيستم هو شنو؟ اول شيء راح ناخذه وراح ناخذ الطرق اللي حتكون عن طريق السكرت كي سيستم، وبعدين نتعرف بعدين عود على البابليك. زين السكرت كي سيستم هو شنو؟ هو تعرفون مثل ما قلنا انه هو السيندر، هي عباره عن علاقه بين سيندر وريسيفر. هذا السيندر راح يرسل مسج عن طريق فد عن طريق فد اللي يحولها لسايفر سيستم ويدزها للريسيفر. راح تصير هنا السكرت كي سيستم، السكرت عفوا السكرت كي سيستم راح تكون عن طريق سكيور شانل. زين اوكي هو دزها عن طريق سكيور شانل. زين هاي السكيور شانل ما لها مضار يعني، هذا اوكي احنا دي اقول لكم بهذا النظام يحتاج انه يدز السيندر والريسيفر يدز المسج عن طريق سكرت عن طريق سكيور العفو سكيور شانل. زين اقول لكم بس اكو اوكي هو احنا دزيناه عن طريق سكيور شانل، بس اكو فد مضاره واكو فد مشاكل راح تواجهها. شنو هي المشاكل؟ المشاكل هي راح تكون مشكلتين. المشكله الاولى راح تكون requires establishment of secure channel for key exchange، يعني يحتاج انه يحتاج سكيور شانل. اوكي بالسكريت كي سيستم حتى نقدر نشتغل لازم يحتاج سكيور شانل. سكيور شانل مو دائما موجوده، او يعني يقول لكم انه يتطلب انه تكون لازم يتطلب انه سكيور شانل. هاي سكيور شانل صعب توفيرها. والخطا الثاني او المشكله الثانيه اللي حتواجهنا بالسكريت كي سيستم، بالسكريت كي سيستم صح قلتها، انه هاي الشخصين الريسيفر السيندر والريسيفر لازم يكونون او لازم تكون مقابلات يوميه بيناتهم. اذا هم الرسائل بيناتهم يوميه لازم المقابلات تكون يوميه على مود شنو؟ على مود يعرفون انه هذا الشخص السيندر والريسيفر على مود يعرف الكي اللي هم هيشتغلون عليه، على مود يتراسلون. فمو دائما واحد يقدر انه يشوف الثاني يوميا، مو دائما، ممكن هذا ظروفه ما تسمح له. فلهذا هنا بالسكرت كي سيستم راح تواجهنا مشاكل، راح تواجهنا مشكلتين قلنا انه لازم سكيور شانل، والسكيور شانل مو دائما مهمه او مو دائما موجوده العفو، مو دائما صعب توفيرها. والشغله الثانيه لازم هاي الشخصين السيندر والريسيفر لازم يكونون او لازم يكون بيناتهم لقاء، اوكي يعني لازم يلتقون. زين طرق التشفير احنا قلنا طرق التشفير طريقتين، هي اما ترانسبوزيشن سايفر يا اما سبستيتويشن سايفر، يا اما طريقه تبديل الاحرف، تبديل مكانات الاحرف، يا اما سبستيتويشن السايفر اللي هي عن طريق انه حيشيل الاحرف حيحط ارقام او راح يحط اي شيء. زين اول شغله اللي هي ترانسبوزيشن سايفر. In transposition ciphers, the letters of the original message, plain text, are arranged in a different order to get the cipher text. يعني ده يقول لكم transposition cipher شو راح تمشي؟ راح تمشي على أنه المسج plain text راح ناخذها. زين شو حنشفرها؟ حنشفرها عن طريق تبديل مكانات الأحرف. Transposition cipher أنه راح تمشي عن طريق أنه ال الكلمة راح أبدل أحرفها، فراح أتحول من الصريح إلى سايفر تكست. أوكي زين أكو نوعين، أكو سيمبل أكو دبل. أكو سيمبل ترانسبوزيشن سايفر، وأكو دبل ترانسبوزيشن سايفر. السيمبل راح تتضمن طريقتين اللي هي مسج ريفيرسال والكولومنر ترانسبوزيشن، أما الثانية اللي هي الدبل اللي هي طريقة واحدة. زين شنو يعني مسج ريفيرسال؟ مسج ريفيرسال سايفر هي شنو؟ هاي الطريقة شلون راح تمشي؟ راح تمشي على أساس أنه عندنا الكلمة راح نكتبها من قدام من ورا لقدام، يعني حنعكسها. أوكي المسج ريفيرسال هي مبينة بالمعكوس، مسج راح تعكسوها. يعني مثلا كلمة read أريد أعكسها، شو راح تصير؟ راح تصير دي إي أي آر، يعني هي read آر إي لا العفو آر إي R E A D. من راح اعكسها ايش راح تصير؟ راح تصير D A E R. اوكي هاي المسج ريفرسال انه راح اعكس الكلمه. وهو بعطيكم ايضا مثال يونيفرسيتي اوف بغداد، يقول لكم السايفر تكست عن طريق مسج ريفرسال راح تكون بهذا الشكل انه D A D H G A B وهكذا. زين اوكي احنا عكسناها. زين هذا احنا ايش قلنا بوقتها بالسايفر تكست؟ بشرحنا هذا اللي بالبدايه كليته، ايش قلنا؟ قلنا من راح ابدل الكلمه، من راح اسوي لها تشفير، اكيد اكو داله رياضيه راح تقودني، مو صحيح؟ وقلنا اكو داله راح تحولي من المسج الى السايفر تكست. زين شنو المعادله اللي حقدر احول بيها، او شنو المعادله اللي تخص مسج ريفرسال؟ المعادله اللي حشتغل عليها اللي هي هذه، هاي المعادله اللي هي L زائد 1
ال زائد واحد ناقص كي. زين شنو ال شنو الواحد شنو الكي؟ الواحد نعرفه، شنو ال شنو الكي؟ ال هي طول المسج، هي طول المسج، يعني مسج مثلا طولها 20. الكي هو شنو؟ الكي هو الرقم الحرف اللي انا اريد ابدله. يعني مثلا طول المسج 20 عندكم، انا اريد ابدل رقم 20 الحرف 20، ايش راح يصير؟ راح يصير 20 زائد 1 21 ناقص موقع الحرف اللي هو 20، ايش راح يصير؟ 21 ناقص ناقص 20 راح يصير 1. اذا حيصير الحرف الاخير بالمكان الاول. اوكي، فهي هاي المعادله اللي اني اللي تخص المسج ريفرسال. زين هاي الطريقة الثانية، هاي الطريقة الأولى العفو. الطريقة الثانية هي كولومنار ترانسبوزيشن. كولومنار ترانسبوزيشن هي شنية؟ أنه راح أرتب المسج مالتي هذيك، راح أرتبها أنه أغير أحرفها. هنا أنا شو راح أرتبها؟ راح أرتبها على شكل مصفوفة، مصفوفة مربعة، مصفوفة مربعة، راح أرتبها على شكل مصفوفة مربعة. The number of rows and columns depends on the length of the message. يقول لكم عدد الأحرف، قصدي عدد الصفوف وعدد الأعمدة راح تعتمد على طول المسج. يعني إذا المسج 30 أو إذا المسج 40، فالمصفوفة يا أما تقدرون تكتبوها 20 في 2، يا أما 2 في 20، يا أما 4 في 10، يا أما 10 في 4، وهكذا. أوكي، راح أقدر أكتبها على أساس هاي المصفوفات كليتها. مثلا إذا المسج مثلا 8، راح أقدر أكتبها يا أما 4 في 2، يا أما 2 في 4، يا أما 8 في 1، يا أما 1 في 8 مثلا، أو لا 8 في 1، 1 في 8 ما تمشي، ما تمشي، لازم مصفوفة مربعة. مثلا 4 2 في 2، مثلا نقول مثلا طول المسج قد؟ طول المسج مثلا 10، راح نقول 2 في 5، 5 في 2، وهكذا. اوكي، مثلا بس اذا كان مثلا طول المسج ايش قد مثل ما نعطيكم اياها، مثلا 19، هنا 19 مو مربعه، فشو نسوي؟ راح نضيف لها احنا من عندنا حدد عدد عمود تصير مربعه، يعني حنضيف لها 19 حتصير 20، عمود تصير 4 في 5 او 5 في 4. اوكي، راح نضيف لها فد مربع جديد، هذا المربع راح نحط به كلمه اكس. اوكي، فانا قايل لكم فور اكزامبل اف ذا مسج يونيفرسيتي اوف بغداد ذن ذا لينث اوف ذا مسج از 19، عدد احرفها 19. زين انا اريد مصفوفه مربعه، انا ما اريد يعني 19، وين اكو مصفوفه اسمها 19؟ وين بربكم يعني واحد يعقلها؟ فايش راح يسوي؟ راح يزيد مربع من عنده، او حيزيد حرف عمود تصير 20، فبالتالي ال 20 راح اقدر اكتبها 4 في 5، 5 في 4، 20 في 2، 20 في قصدي العفو 10 في 2، 2 في 10، وهكذا. زين هسه اوكي كتبنا، اجى قال لكم هسه زين اوكي كتبناها على شكل مصفوفة مربعة. وبعدين زين اول شيء راح اكتبها على شكل، راح اكتبها على شكل هاي الطريقة اللي حشفر بيها. اول شيء راح اكتبها على شنو؟ راح اكتبها على شكل الصفوف، انه يونيفرسيتي باعوا يونيفرسيتي اللي هي هاي يو نعمليش. راح اكتبها بهذا الشكل. اوكي، راح اكتبها بشكل، اول شيء كتبتها على شكل مصفوفه مربعه 4 في 5، 4 صفوف في 5 اعمده. زين ضفت اكس اللي هو المربع الفارغ، ايش قد ما اضيف مربعات فارغه احط اكس. اوكي، ضفت مربعين احط اكسين، ضفت ثلاث مربعات احط ثلاث اكسات، وهكذا. فهنا ايش راح يصير؟ اول شيء راح اكتبها بشكل اعمده. زين انا اريد اسوي لها سايفر تكست، ايش راح اسوي لها؟ قصدي لا العفو، كتبتها قريتها بشكل صفوف، راح اقراها بشكل صفوف. زين اريد اسوي لها تشفير، ايش راح اسوي؟ راح ابدل الاعمده، راح ابدل الاعمده حسب كي معين اللي هو من هو اللي هو 4 3 2 1. هنا بهاي هنا بشغلنا هذا راح نبدلها حسب هذا الكي اللي هو 4 3 2 1 5. زين راح ارتبها بهذا الشكل، يعني حنبدل الاعمده، يعني حنجيب الرابع بعدين الثالث بعدين الثاني بعدين الاول بعدين الخامس، والخامس اخر شيء. فهنا باعوا سويناها V T A D I I B A N S F D U R O H E Y G X. يعني اول شيء طريقه التشفير بالكولومنر ترانسبوزيشن، اول شيء راح اقراها بشكل صفوف، راح ابدلها، راح اكتبها، راح اقراها بشكل صفوف. اول شيء راح اقراها بشكل صفوف، بعدين ايش راح اسوي؟ راح ابدلها،
راح ابدلها بشكل، ابدلها حسب الكي معين، حسب كي معينه بالعواميد بالاعمده، راح ابدل بالاعمده حسب الكي اللي انا عندي، او حسب الكي اللي هو مطيني اياها، او حسب الكي اللي انا اريد اغير بيها، او انا اللي متفقه عليه انا والريسيفر. اوكي، فبدلتها وراها شلون؟ وراها راح اقراها بشكل اعمده، من حجي اقراها، من حجي ادزها راح اقراها بشكل اعمده، اللي هي في تي اي دي. شوفوا في تي اي دي اي اي في اي ان اس اف دي، باو ان اس اف دي. يعني اول شيء راح اكتبها، اول شيء اني الكلمه من ححطها بمصفوفه راح اكتبها بشكل بشكل صفوف، بعدين ابدلها، ابدل الاعمده حسب الكي مالتي، بعدين راح اقراها بشكل اعمده. اوكي زين، اوكي عندنا هذا الكي اللي هو 4 3 2 1 5. زين هذا الكي ممكن واحد يعني شوي ينسى، فاحنا حتى نتذكره سمينا هذا الكي بتودي، هذا تودي. شوفوا ليش، زين ليش هيجي، زين ليش مثلا قلنا تودي هي 4 3 2 1 5، منين رتبنا هذا الشيء؟ واو، راح اقول لكم هنا حسب ترتيبه بالهجائي. يعني الاي هي اول رقم بالاول حرف بالاحرف الهجائيه، بعدين يجي اي بي سي دي اي، A B C D. أكل B والC والD، أكل B والC ما موجودة، إذن جاي على D، فD أسميه 2، وراها O، وراها T، وراها Y. فحسب ترتيبها هاي الأحرف، يعني هاي today، ليش today؟ ليش today مو غيرها؟ لأن هي هاي رهمت على هذا الكي اللي هو 4 3 2 1. حسب شنو؟ حسب ترتيب الهجائية. يعني A هو أول حرف، بعدين يجي وراء D، لأنه البي والسي ماكو، دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او، فبالتالي هاي كلها الاحرف موجوده، فاجا الاو، فاذا هي الاو الثلاثه، التي وراها، الواي اخر واحد. اوكي زين، اذا اريد اسوي دي سايفر ذا ابوف سايفر تكست، اذا اريد اسوي، اوكي انا سويت سايفر تكست، سويت ان سايفر، سويت ان سايفر للمسج، اريد اسوي دي سايفر، شو راح اسوي برايكم؟ برأيكم شو نسوي؟ شوفوا الدي سايفر هو شنو؟ هو عملية عكس، يعني حعكس، يعني أنا شو راح أسوي هسه؟ أنا من سويت إن سايفر، سويت جيت قريتها بشكل صفوف، بدلت الأعمدة قريتها بشكل أعمدة. من أسوي دي سايفر شو راح أسوي؟ راح أقراها بشكل أعمدة، أرجع الأعمدة مثل ما هي، إنه 1 2 3 4 5، بعدين أقراها بشكل صفوف. اوكي، يعني عكس العمليه، دي سايفر هو عكس العمليه. اول شيء ايش قلنا؟ الان سايفر سويت قريتها بشكل اعمده، بدلت الاعمده حسب الكي مالتي قريتها بشكل اعمده. الدي سايفر شنو هو؟ راح اكتبها بشكل اعمده، راح اكتبها او راح اقراها بشكل اعمده، راح ابدل الاعمده، راح ارجعها لاصلها، انه خلي 1 2 3 4 5، راح اكتبها مثل ما ارجعها لمواقعها، وراها اقراها بشكل صفوف. اوكي، راح ترجع لي الكلمه الاصليه. زين لحد هنا وراح اوقف، نكمل محاضرتي الجايه. شكرا جزيلا.